محلي بعدين السوالف. اويلي هاي بنبخشين اويلي. لا مستر منظار اي حلو. شوف هاي الشغلات مال المدينه مثلا هاي هسه هاي شتوتغارت باعوا هنا هاي اللي هي هسه موجوده هنا هسه حصور لكم اياها بالضبط. هي هاي هاي معالم مالتها يعني اللي يجي هنا زياره اللي ياخذ شيء معلم هنا يجي. وين هي هاي اللي هي هنا باعوها هسه راح اوخر من هنا حتى تشوفوها. اها شوفوا شوف هاي شنو خلينا نوقف نثبتها. هاي اسود الاسد والملكه هنا يعني. فقعدات حلوه مسوين هنا يعني. وبنفس الوقت شوف العالم شلون هنا يعني. هذا اخونا بالله ما اعرف من وين اقدم لكم تشومبي هنا يعني. على قولة وليد تشومبي يسميه زين هسه شنو السنادين الحلوه الحدائق الحلوه هنا يعني اللي تفتح النفس. يلا هسه خلي نروح هنا يعني. كل مطاعم هذا الشارع هاي الساحه شو اسمها شوف اللي يريد هاي الساحة اسمها ويجي لهنا بالضبط اسمها يكتب بالهذا شلوس بلاس بلاتس يعني شنو ساحة القلعة اسمها هاي شلوس اللي هي القلعة والبلاتس معناتها الساحة او المكان او هيك يعني يجي معناتها. اوكي اصدقائي اللي يريد فمنظر كلش حلو جد ما تصورون. اي حبيبي وين هناك نفاخات يا اي هذاك مال اطفال يسوي. يلا هسه روح سوي يا باعو. انا قايل اركض يلا روح هناك يمه. انا لا يلا هناك يريد يروح مو بالنفاخات. وهنا شنو هسه كنت تصير حفله يمكن تشوف هناك الاوكسترا وهالشغلات وهالسوالف. ها تعال للو قلب مالي يمه القلب مالاني. انا للو انا للو انت يوسف الحلو. اها انت للو هاي يوسف. يلا قلب مالي. فهنا اصدقائي شوف هنا راح يصير مثل احتفال وما ادري شنو الوضعيه هنا بعد بس شلون هاي مسويها شوفوا خاصه خليه هنا تصير قلعه تصير احتفالات مت بيج تان تاند يعني ما ادري شنو بالضبط يعني في شيء كبير بس ما ادري شنو هو بس مكان كلش حلو الساحه. شوف هذي النافوره حلوه ايضا يعني الجو كلش حلو اجواء كلش حلوه اتمناها عندنا تصير هاي اجواء بالعراق اتمناها بصراحه. زين هذا الحلو مالتي راح ذاك شوف 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 يركض يركض يروح على النفاخه راح. هاي البنايات هذا شوفها ماكو كبير هذا طبعا كلش حلو هاي الساحه هنا يوسف شوف هذا شلون يسوي بالنفاخات شوفوا بس فتحها هيجي اوه شوف شلون طبعا هذا مو ازاي ازاي خاص هذا مالته زين بس لازم يكون مو هو عالي وطبعا حاط فلوس هناك اللي يريد يحط له فلوس شوف هذا اللي يريد يحط له فلوس يحط فلوس هناك زين خلينا نشوف هاي النفاخه يا ترى ما حد يدري بها طقت شوف شوف شو اسوي شوف الدنيا راح شوف شوف يوه كيفون الاطفال على هالسوالف وين يوسف الحلو بعد يوسف يوسف هلا هلا بيوسف وهذا الزغاي هذا هنا مشهور شكوبرة كله جوا مطاعم هذا هنا جوا كل يصير مطاعم شو القلب مالي يلا هلا اريكم للي حلوه ما تشناها شوي ضاجت من العرب انا هي قلب مالي ور ها كم قزقزه انت ايش مقزقزه انت ايش مقزقزه انت مقزقزه الحلوه مالتي مقزقزه عبس 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 رجال شو قاعدون
وهو شنو المنظر قدامهم بعد شو تحكموا. اها هذا المنظر كله واحد يصير قدامه. هذا هنا أنا. شوف دنيش البيوت شلون بعيده شلون حلوات والله. اتمنى هذا الشيء يصير بالعراق. اويلي 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 هنا أنا. يا اخي والله حلوه هاي المانيا كلها حلوه. يعني منطقه متميزه عن المنطقه الثانيه ومنطقه ما تشبه المنطقه الثانيه بصراحه. يعني شوف هاي الساحه شلون حلوه شلون كبرها كلش كبيره. متعوا بالمنظر وحسوا نفسكم انه انتم ويانا هسه مثل ما نشوف انتم هاي تجيبون انتم همين ايضا. اي هذا يلعبها شطرنج هنا اللي يريد يلعب شطرنج باعوا جايب هناك كراسي يلعب شطرنج ما اعرف شنو الهدف منها. زين اللي السابقه روينا لكم يعني لما تكونون بالساحه على ايديكم اليمين يكون هذا الشارع. على خشمه بات. لا لا خشمك ايش كبر خشمك. شوف خشمك ايش كبره شوف خشم يوسف ايش كبره. تعال بقى خشم خشمك. يوم عركة ما شلاف صارت عركة ما شلاف صارت اويلي. تعال شوف يا اكبر خشمك لو خشم للو. شو خلي شوف خشمك. وين ها خشمه يمه يمه خشمه يمه. عندي الساعة مالتي هي من فوسل ايضا. هاي فوسل وهذا فوسل. هنا هذا ماركة يابانية طبعا. وهو اصلا المجمع هذا مكتوب شينا همين ايضا جماعة الصين. شوفوا شينا يعني سي اتش اش شينا جاردن حديقة صينية. ما نعرف شنو معناته يعني البقية بعد شنو بيها ما ندري. وهذا شنو بالله هذا المعلم هذا المعلم عيب. زين اسمع عيب هاي من انا. وشفت شنو تشوفون هاي هسه شنانه. خلينا نقول لكم شلون يسووها. شوفوا اصدقائي جابوا هذا شوفوا شلون مسيجي على مود لحد يوقع يخافون عليهم طبعا. حطوا هذا هنا السياج هذا شوفوا وحطوا بيه هذا الكيبل حتى ما الكهرباء خاف يمدوا لها كهرباء شيء حاسبين حسابه. وشنو بعد عدة اصدقائي شوفوا جد حافرين جد حاطين حافه حتى يصير ايضا اشجار يحطون. وشوفوا هي صبش تخنها هذا الكاشي حتى شنو خاف سياره تمشي شيء ما تنكسر هاي بعد ويا العمر. وبشوف هني عبالكم يخربون يشيلوا نفسه هو وبعدين يرجعوه مثل ما هو يرجعوه هنا ولا عبالك كانه صاير شيء. شوفوا شلون نظافه محافظين على النظافه. وهذا خاف واحد يوقع باعوا منه ومنه حتى لا حد يوقع. شفتوا شلون حلو هذا عمار الصحيح يسمحوا له بدون ما حد يحس عليهم ولا يأذون احد. مالتي سنحت نهمت في قلب مالاني. حلو هنا بالقعدات كلش حلوه هاي القعده تعجبني. هيك شو هاي حد هسه بلش تعزف شو اسمه. ها يوسف خلينا نلعب ويا هذا الرجال. تلعب ما تعرفها زين ما تعرفها زين. هلي برا وطعم هاي بلشت الموسيقى تدق هناك. يلا سوي يومهم ونشوفكم ياهم. بس شوفوا هاي لاحظنا غريب شوفوا النظافة مال هاي العمود عبالك هاي لو يمكن صار اسود دخان حرامات هاملي. بس هنا شوف شلون ما اعرف عبالك مغسول هذي ولا وجههم صافي اصلا بصراحة. شنو السوق العربي بالضبط هاي من هنا. وهاي الفرقة وصلناها وقاموا ماكو بعد شيء خلصوا الدق. شلون حلو يصير. هسه القعده الحلوه الزينه هنا هذا شنو ذولا بالسنتر نخليهم يمنا هنا باع عليهم نسمع موسيقى الموسيقى مالتهم الحلوه شلون يدقون. والمنظر رائع جدا هنا جدا الصابون. تعال يوسف يا
اوي شلون دك حلو ما تم يدقون. طيب على الحان هاي الحلوه دول اللي يسوون. اها تقول اصابعك اويلي قولوا له عاشت الانامل. ذاك يوسف الحلو ده بعد انت شلون ترقص. شجيكم والله. حلوه هسه قاعدين به العالم اللي هذا التمثال مالتهم كلش حلو والوانه حلوه مسويها. وهذا يوسف الحلو قاعد هنا هو واخته الحلوه. وهاي النافوره الحلوه هنا خلاص يلا جيم نشوف ذولاك طابين بالنافوره كانوا بيبردون. يلا تعال يوسف ليلو القلب مالي حلوه مالي يما صار نكعكل الشعار يما بتاكل الشعر بتاكل. ها يلا روح بالماء يلا تعال يلا تعال روح هناك تعال نكبس الشكل يلا. وهذا هنا أنا هم ما ادري شنو اصدقائي هذا المعلم زين مرشد سياحي ما يعرف الاماكن ما اعرف اسمها بصراحه. شوف هاي راد لها تحضير وانا على غفله صارت رحت يعني الها يعني مو بالحسبان. يلا وهسه حروح هناك بالمي شويه نطبش بيها في هالحديقة الحلوة. وهذا ها تعال انت حجاوب لا تعال هنا تعال هاي الساحة كلش حلوة والله عجبتني. ايش تقدر تسوي هنا حلوة هاي النافورة والله شلون شكل حلو بيها. تعال خلي اخذ لك صورة يوسف هنا انت انت وعائلة شلون هيجي مثل اسلاك شاكه صايره يا ابوي. شلون قفو شلون شو اسمه حاطه من هذا منقوش نقش هذا كله ويلي نسخه شيء. ها هذاك الزقائي همين باعوا السياره وشوف الكهرباء مين مالها. شوف الكهرباء داخل الكيبل من هناك اكو مكان حاط بيه الكيبل يعني مثل ما قلت لكم حتى يكون عندكم فكره اللي يشوف الفيديوهات حتى يعرف من الكهرباء ينجر هنا يستحقون دول اهل الموطه اهل يعني. اصدقائي ما مشترك بالقناه اتمنى يشترك بالقناه ويدعم الشيف سنان العبيدي وقناه يوسف سنان. كتبوا يوسف سنان حيطلع لكم صورتي يوسف ابني والشيف سنان العبيدي حيطلع لكم صورتي يعني بس عندي شعر زين. فاتمنى تشتركوا بقناتنا ويعني حتى اكملكم الباقي شويه شويه نسوي نواهس نسوي لكم اماكن اكثر واكثر. واسمع تعليقاتكم الحلوه بالتعليقات. يلا اصدقائي.